MashaAllah, Brother Shaib, your reading today is very well, very good. And inshallah, now I revise for you Surah Al-Qadr. Listen. Oh, okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.